مفكراً المارشميلو، قلم محشي بالحلويات والمصحح المطاطي وممحاه ضخمة من الجيلي. اتفرجوا معانا على لوازم المدرسة العملاقة في الفيديو الجديد. ميس إليزابيث حصلت على هدية دفتر ملاحظات ناعم تقدر تاكل منه أثناء الحصة. هندوه بجيلاتين في المية ونغلف دفتر الملاحظات بطبقة من الجيلاتين ونرفق عليه المارشميلو ونعمل منه صفوف ملونة. نملأ غلاف الدفتر بالكامل بالمارشميلو ونقطع الستنسل مكتوب عليه كلمة ملاحظات وننقلها لسطح المارشميلو ونغطيها بالجيلاتين ونرشها بجليتر الأكل. اتضح إن دفتر الملاحظات مسحور بمجرد ما ميس إليزابيث بتاكل مارشميلو. بعد القوى المجهولة بتاخدها المكان غريب مظلم ومخيف. يا ترى ده الانتقام بسبب الدرجات الوحشة اللي كانت بتديها للطلاب؟ وفي الوقت نفسه جيسيكا حاسة بالملل في الحصة، ولا المدرسة ولا زميلتها موجودين، لكن معاها المقلمة الجديدة وجواها عصير لامع. هنغطي قطعة من الجلد بالبلاستيك الشفاف ونمسح كل الأجزاء بالكحول ونصنع منهم مستطيل بحواف. باستخدام الأدوات نصنع ثقبين في البلاستيك الشفاف ونلزق القطعتين مع بعض ونصنع إطار من القماش اللامع ونثبت قطعة مستطيلة من القماش اللامع في الجزء الخلفي ونضيف بعض اللمسات الجمالية للمقلمة ونثبت فيها قطعة من الشريط اللاصق. نملأ المقلمة بجليتر الأكل من خلال الثقب ونصب حليب الجوز هند ونمسح الثقوب بالكحول ونغطيها بشريط زخرفي. دي أكتر من مجرد مقلمة، بتحتوي على دوامة لامعة وريحتها جميلة جداً. محتويات المقلمة الجميلة ملونة بكل ألوان قوس قزح. جيسيكا بتروي عطشها بشرب حليب جوز الهند من الجيب الأمامي للمقلمة. أوه، ستيفي جه! واضح إنه مهتم جداً بمقلمة جيسيكا الجديدة. مقلمة غير عادية فعلاً، تعالوا نشوف جواها إيه. ستيفي بيتفرج على مجموعة الأدوات اللي في المقلمة الصغيرة. إزاي كل الحاجات دي هنا؟ مسطرة ونعل وفستان جدتها وزي الحصان الخيالي. المقلمة دي واضح إن ليها بعض الخصائص السحرية، عاملة زي الثقب الأسود، بتلتهم كل شيء. ستيفي اختفى داخل المقلمة، اختفى في الظلام، واضح إنه وقع على الأرض. ستيفي وقع في نفس الفخ مع ميس إليزابيث. ده مخزن للوازم المدرسية العملاقة، فخ في المقلمة. المدرسة طورت خطة هروب بقلم رصاص عملاق. هنرسم خطوط متباعدة على قطعة كبيرة من الورق المقوى ونعيد عليهم بقلم جاف فارغ ونطوي الكرتون على طول الخطوط. نلف ونصنع منه جسم القلم الرصاص ونلزق الأطراف. نصنع مخروط ونثبت قلم رصاص عادي في الداخل ونقص الأطراف بحيث تكون زي شكل القلم الرصاص ونثبت الأجزاء مع بعض. ننقل معجون المارشميلو لعبوة شفافة ونضيف له ألوان الطعام ونقفل الغطاء ونلزق العبوة داخل القلم. دي هتكون الممحاة. نرسم العلامات على القلم ونرفق شريط من الورق المعدني المموج على طرف القلم الرصاص باستخدام الشريط المزدوج. ده هيكون الغلاف المعدني للممحاة. ستيفي عاوز يساعد ميس إليزابيث في تطوير الخطة. بدأت دلوقتي عملية الهروب. ستيفي بيدور على حاجة يكتب بيها. مصحح؟ لا، هو ده اللي محتاجه، قلم ضخم لخطة هروب مثالية. هنقطع أنبوبة من الفوم ونلزقها في إزازة عصير فاضية. نرفق كوباية من البلاستيك لغطا الإزازة ونغطي الكوباية بالصلصال ونشكل قبة. نرفق جزء من أنبوبة قلم حبر للصلصال ونغطي الجزء الواصل بين الإزازة والأنبوبة بالصلصال وننعم الحواف.
نلون راس القلم وكوباية بلاستيكية تانية بالسبراي الفضي، ونلف الأنبوبة بالورق المقوى، ونلزق الكوباية التانية للقاعدة. نقص أنبوبة من الكرتون بالطول ونغطي نصها باللون الفضي ونثبتها على القلم. نملى الإزازة بالحلويات. من الرائع إن اللوازم المدرسية تكون صالحة للأكل. ستيفي لقى الحلويات في قلمه، على الأقل هيلاقوا أكل، لكن إزاي هيخرجوا من هنا؟ للأسف قربوا يخلصوا الورق، لكن خطتهم لسه ما خلصتش، ولا خيار من دول مناسب للأسف. الأسرة بيحاولوا يلاقوا مخطط جديد، لكن في شيء غريب ظهر لهم فجأة. ده مستر آيس كريم وبياكل ممحاة كبيرة جداً. نسخن الحليب في المايكروويف وعليه 100 جرام من الجيلاتين، ونقلب ونضيف ألوان الطعام وعليهم 200 جرام من السكر. نغطي قالب مستطيل بورق فويل وننقله الجيلي الملون طبقة ورا طبقة، ونسيب كل طبقة تجمد. نخرج الجيلي من القالب ونصنع الحافة مايلة زي الممحاة الحقيقية. نغمس معلقة في المية السخنة ونسوي السطح. نرسم الشعار عليها بألوان الطعام. المفروض نتصرف بطريقة مختلفة. في البداية أطمى من الممحاة. ما تقلقيش يا ميس إليزابيث، مستر آيس كريم هيساعدك على الهرب. ممكن تعلي صوتك قد ما تقدري، علشان دايماً في فرصة أن حد يسمعك. جيسيكا لسه برا. شكراً مستر آيس كريم، قد إيه أنت ساعدتنا. وفي نفس الوقت جيسيكا سمعت الأصوات من بعيد. الصوت ده منين؟ يا ترى الصوت ده من المقلمة فعلاً؟ جيسيكا بتحاول تشوف إيه اللي بيحصل. مش معقول، دي ميس إليزابيث وستيفي بيحاولوا يستغيثوا، لازم أنقذهم حالاً. إزاي هيوصلوا لجيسيكا؟ أكيد ستيفي مش هيقدر يوصل بالطريقة دي. ده معناه إن هما محتاجين لأدوات عملاقة. يلا نستخدم القلم الرصاص ونساعد ميس إليزابيث على الخروج. في البداية جيسيكا خرجت القلم الرصاص، وبعدها خرجت ميس إليزابيث وستيفي. الأسرة كانوا متوترين بعد كل اللي شافوه. ميس إليزابيث بتقول لجيسيكا عن مغامراتها في المقلمة الخطيرة، وإزاي كمان قابلت مستر آيس كريم. جيسيكا اتصدمت، على الأقل أكلت المارشميلو اللذيذ الموجود في القلم بدل الممحاة. ممكن دايماً نخفف التوتر عن طريق الحلويات. ميس إليزابيث اتعافت بسرعة من صدمتها. في لحظة ما شافت السبورة افتكرت إن الحصة لسه شغالة، علشان كده الكل بيدون الملاحظات. مفيش حاجة شغلتها عن الحصة إلا لما افتكرت مستر آيس كريم، المنقذ الشجاع اللي شكله زي الآيس كريم العملاق. المقلمة بدأت تتحرك فجأة. مستر آيس كريم قرر إنه يلفت الانتباه بنفسه. أوه واو، ظهر المصحح الأبيض العملاق من المقلمة. هنلون عبوة زجاجية باللون الأبيض ونطبع شعر المصحح العملاق ونلزقه على العبوة. نلزق كوب ورقي كبير للغطاء وندوب 50 جرام من الحلويات المطاطية في المايكروويف وعليهم 80 جرام من السكر البودرة ونفس الكمية من النشا، ونمزجهم كويس ونعجن المطاط الحلو ونضيف له لون الطعام الأبيض علشان يكون أجمل، وننقل المطاط للعبوة. هي دي الهدية الحقيقية، فتحنا المصحح الأبيض، ريحته حلوة جداً، ونقدر ناخد منه مصحح أبيض مطاطي جميل. لذيذ. المصحح عمره ما كان جميل ومضحك بالشكل ده قبل كده. نقدر نصنع منه شنب بابا نويل. شكراً مستر آيس كريم على الهدية الحلوة، فرحتنا جداً في الفصل. عجبتك مغامرات الأدوات المدرسية؟ اكتبي في التعليقات أكتر حيلة عجبتك وقررتي تنفذيها، وما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في قناتنا وتضغطي الجرس علشان ما تفوتكيش أفكارنا المدرسية الجديدة على قناة تروم تروم.